بسرعه عرفه. مش ناوي تفتح شركتك تاني؟ ما انت عارفه السياحه اتضربت والبنك حجز الاوتوبيسات بتاعتي. بقول لك ايه، غير الموضوع احسن. طب هنسهر فين بالليل؟ مش لما يخلص النهار. هي انت عارف يا حبيبي، لو ما طلعتش هي دي شاهد رامي اللي هيحصل لك اكتر اكتر. اقول لك يا راجل اضرب الجرس يلا. خبط على الباب يلا خبط. ايه التأخير ده؟ لا عيال حلوه ما شاء الله زي الفل. والله ال 50 جنيه قليلين عليكم. شايل الاساتذه يا عرف. رامي فين يا؟ رامي مين؟ رامي صاحبك. معرفش حد اسمه رامي. يا بابا قلت للاساتذه يا عرفه. ايوه وائل، في ايه يا مالك؟ صوتك ماله؟ طيب طيب انا جاي حالا. سوري يا فيفي، انا لازم امشي دلوقتي. هنا؟ لا فوق. هنا كده؟ تحت شوية. هنا؟ يمين شوية. هنا كده؟ ارجع تاني. هنا؟ يا ابني تعالى هنا، ايه اللي بتحببه ده؟ لو سمحت. عايز ايه يا رامي؟ عايز ايه؟ هنعمل ايه؟ خلاص الزهرة انا وانت رحنا في 60 دقيقة. انا اول ما اخرج من هنا اروح بلدنا. يعني هتسيبني لوحدي؟ عادي جدا. عادي؟ طب يا بقى حتة الأرض، خلينا نخرج من هنا. يا رامي أنت هتستهبل؟ أنا أهلي خلاص باعوا كل اللي وراهم واللي قدامهم علشان خاطري. اقول لهم كمان بقى حتة الارض. يعني عايزنا من السجن؟ امال احنا بنعمل ايه هنا؟ بنشتري لبس؟ يا ابني السجن الكبير وانت شريكي بقى. السجن 5 سنين، 10، 15، مؤبد. لا انا لازم اخرج من هنا، لازم اخرج من هنا. ايوه هنا. انا كل اللي طالبه من سعادتك ان احنا ننفذ الاجراءات، نعمل محضر صلح مع ديانا وكل واحد ياخد فلوسه. بالمناسبه هما موجودين هنا دلوقتي. خلاص ماشي. تمام يا فندم. هات يا ابني النصاب وصاحبه اللي في الحجز جوه. هتستفاد ايه بده؟ مبروك مبروك. شكرا، بس ممكن اعرف ليه حضرتك دفعت لي الفلوس؟ اتصل بصاحبة الكارت ده وهي هتفهمك كل حاجة. سلام عليكم. شكرا. هي واحدة حتى اللي بتخرجك من هنا واحدة؟ يا عم احنا الو الو، انا رامي، حضرتك صاحبة الكارت؟ بالظبط كده. ممكن اعرف بقى ايه الحكاية بالظبط؟ هو يعني مش معقول يعني معجبة بيا للدرجة دي وتدفعي لي كل الفلوس دي يعني. يا عم ادخل في المفيد. هتعرف كل حاجة لما تشرفنا الساعة 12 الظهر، والعنوان كتبته لك على ظهر الكارت. سلام. ايه؟ حسيتي ايه من كلامه؟ حسيت انه نصاب. رتبتي هتعملي ايه بكره؟ اديت اجازه لكل الشغالين. يا ترى هننجح؟ ايوه ايوه طبعا. يا ترى بقى انت شكلك ايه؟ سمرة؟ شقرة؟ اسألها ايه عاصمة غزلافيا؟ دلوقتي؟ لا لا ما ينفعش. صدق عاوزة تقابلني دلوقتي؟ بقول لك خليها تجيب معاها واحدة صاحبتها. ما تفكرش غير في نفسك. بقول لك ايه يا طقوطة؟ هي دي الفيلا؟ ايوه هي. مين على الباب؟ رامي محمود. وائل سامي، 26 سنة، ممثل، محمول 012 310 31 10. يا ابني اقعد، ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا عم مش عرفك انت بس.
الفراخ ده ولا ايه؟ ممكن تسكت؟ يا عم انت عامل لي فيها عارف كل حاجة، فراخ. فراخ. طب مش فراخ بقى. اطلع اطلع. طب ايدك ما انت باين عليك ما كملتش تعليمك، اطلع. ايه الجمال ده كله؟ صورتك يلا صورتك. مش دي صورتك؟ صورة مين؟ انت هتستهبل مين ده؟ يا شباب صحيح مين ده؟ انت اللي بتسألني؟ ومخبي عليا كمان انك متجوز وعندك عيال؟ ده انا حتى كنت افرح لك يا جدع، ده انا اخوك. يلا متجوز ايه ودي اللي تهدى، مش انا. فعلا ده الدكتور جمال يوسف، بروفيسور في الكيمياء. يعني مش انت، هو شبهك بس انت عمرك ما شفته. الدكتور جمال يوسف عمره ما اتاخر عن ميعاده ساعتين. ودي صورته، ودي صورته مع ولاده والمرحوم ومراته. انا مش فاهم حاجه، امال مين ده؟ ده الاستاذ رامي. انت لمين؟ وائل سامي، 26 سنه، ممثل. انا سبت بياناتي كلها على الباب. ممكن سيبنا لوحدنا وتتفضل من فضلك؟ ايه ده، انت مالكش كلمه في بيتك ولا ايه؟ معلش سيبنا لوحدنا. باختصار الدكتور جمال ابني اختفى بعد سفره لاوروبا، ساب لنا مشاكل كتير قوي ما تتحلش الا بوجوده. اقلها ولاده بيسالوا عليه في كل لحظه. تعال معايا بسرعه، مش عايز اولادك يشوفوا دلوقتي ولاده. انا الفيلم ده شفته قبل كده. انت تخبى في اي حد؟ ايه كبزه، تعالي هنا. الله، الفيلم بتاعك جميل قوي ده. ايه ده؟ بس كينزو، من فضلك وطي صوتك الاولاد هيسمعوا. ايه اللي انت عملته؟ قلت لك وطي صوتك. اهلا يا حبيب جدو. الحمد لله على السلامه يا اولاد. تعال جدو، انا تعبان من الشرق. يا حبيب جدو هات النهارده، معلش ما كانش حد مستنيك. وانا جعان يا جدو. حالا يا حبيب جدو، يلا. حرامي يا جدو، حرامي ورا الكنبه. لا يا حبيب ما تخافش، ده مش حرامي، ده 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 ايه؟ ده 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 جديده. ده ده. وانت بقى اسمك ايه يا حلوه؟ انتوا جايبيننا تشتغلونا بقى. يلا يلا يا اولاد اطلعوا غيروا هدومكم فوق على ما الغدا يجهز. يلا 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 يلا. ما تزعليش، قصدي ما تزعلش. دول كلهم مجانين هنا ولا ايه؟ متهيألي كده انت اخدت فكره مبدئيه احنا محتاجين منك ايه. اعتبرها مهمه للفتره، هنحددها مع بعض. بصراحه انا عمري ما شفت ناس اطيب من كده، بس انا مش هقدر اعمل اللي انتوا عايزينه. يعني والفلوس اللي دفعتها لك؟ اولا انا ما طلبتش منك تدفعها لي، وعامه انا هعتبرها دين في رقبتي لغايه يوم القيامه. يعني ده اخر كلام عندك؟ مريم خليه ياخد وقته ويفكر براحته. عن اذنكم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الفركش اللي حصل فجاه ده؟ انتوا هتسيبوه يمشي؟ طب وفلوسكم؟ ممكن تحصله. طبعا هحصله عشان مش عارف السكه. عمي ما كانش المفروض تتعامل معاه كده، ده نصاب. ممكن تهدي انت شويه وانا هفهمك كل حاجه. كنت متأكد إنك هتيجي. ممكن تفضلي دقيقة نتكلم؟ رامي؟ أول فرحة تمر بقلبي وأنا هايم في الدنيا. سوري يا جماعة، أحمد جيهان.